الله حمو دنك يسلم لك، الله حمو دنك يسلم لك. شاوني الله الله، إذا كان دابا ساعات يقولوا لي خصنا عصام خصنا عصام. إخوان فين هو؟ قول لي خبرتي ما بقيتي تعيط ما والو. لا ما عيطتش هذاك، ما كيعيطش هذاك أخي عصام. لا لا ما عيطلكش يا أخي عصام. أقول لي من نهار الشيء أنا والله إلا بخير أخويا أسامة صافا. وحشينا ما والو أخي حنايا ما والو العظيم. جا كنهضرو كنهضرو أنا وياك مرة مرة كنهضرو. هاي التليفون هذاك الساعة كنهضرو أنا وياك التليفون، ما قطعناش أنا وياك أخي عصام ما قطعناش. أوكي شي وحدة مابقاوش يبانو لي ما عرفتش فينا هما المعلم. وأنا أنا ما كيعجبنيش ديك ديك الحياة ديال الفترة، ما كتعجبنيش، كيعجبني نبقى ديما في تواصل مع الإخوان اللي عزازين أخي. واش هادي الليلة يلا وصافي. يعني هانيا واحد محمد كتهضر معاه من طنجة. والله يا ودي هذاك هذاك الأخ هذاك. ناشط هذاك محمد هذاك حد فعيل هذاك محمد. هذاك هذاك صاحب صاحب. وأنت بعد كنهضر مع النغمي. النغمي قلت له راه محمد كلا وشرب كنضحكوا صافي والله الا كيعجبنا نضحكوا اخي عصام كيما الشرق. آه لا لا والله الا تبارك الله وجبتي فورمه معاهم مع عصام. اوه هذاك الشيء اللي كاين. كي داير الامور نتايا معاه؟ بخير اخي والله الا بخير قسما بالله. ما خافش عليك العجناني تما كان مع لما. لا والله يعمرها السلعه ظريفه عصام بزاف معامله والله الا معامله اقسم بالله. ترى ماشي ظريف راه بزاف على الظريف. والله الا ظريف والله زعما حقيقه تعامل معايا بزاف تعامل معايا مزيان والله. كيدير واحد ايو خليقي هو خليقي اخي انت عارف بلا ما نظر انا ما خصنيش نظر كلشي كيشوف خليقي ما كيهضرش يا اخي معانا ما عرفت يا اخي كيتواضعش معانا كيطلع مره مره ياك. ما كيتواضعش يا اخي يا عصام. قول لي راه تا هو الحق مع عصام اخي وخا ديك العويه ما خي عصام دوزنا ضحكنا ونشطنا. اوه انا المهم هي تعرف على الدراري راه هذا هو المهم يا الدراري تتبقى هذيك الصداقه هي اللي تتبقى. الحمد لله اخي عصام شتي شي منا شي حاجه دلعيبه اخي عصام. شوف تقول كاع ما تقول هذيك الحمد لله اخي عصام. او تينا تبارك الله تينا الانسان تينا اصلا كمكبر راسك براسك ولكن الحمد لله زعما حنا الحمد لله لا 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 اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والله انا ما شفنا الا الخير والله العظيم اخي اسامه. اش نقول لك غير عزيز عليهم عصام اخي انت والله الا شو جيتي انت في واحد الساعه بحال ما طلعتي معنا الكره ما الله اعلم ولا كره ولي بليسير البليسير على الكره. ايوا ضروري ما تبقاش ديما العوام غيدوزوا لكم مزيانين ماشي ديما غيدوزوا لكم مزيانين ضروري تيكون شي حاجه ما عندك ما دير وماشي بيديك ما عندك ما دير. اي لا عندك الحق كلشي بخير عصام كتدار ما كتواصل معاه ما كتهضر في طنجه انا بالدراري. ايوا ابو خريص راه ساكن حدايا جاري العفريت وما تنشوفوش. اسمع ديك احمد اسمع شكون هو الشاوني. حمودة قال لي واش غتموت لي كطلع كتسامح معاه. اقول لك قول لي حمودة صيفط لي النمره ديالك راه ما عنديش. الوقت صعيب اخي راه انسان ضروري تسامح اخي ما كتعرفش شنو كاين. اقول لي سادين عليك في هذيك قطر والله يا باباك لا لا خرجتي. والله لا خرج ولكن كي نشاط ما كتشوف شي فيديوهات ديالو واحد الفيديو مزيان قال لا كان داير تيريس بالو مع الوالده ديالو في واحد الصاله. انا ما بقاش عندي النمره ديالو مشى لقطر ما عنديش نمرتو ما غبر عليا. واو هو انت كتعرف هو والو ما كيعقلش هو والله يهديك. شاوني من نهار اقول لي من نهار تشيك ما شفناه. عصام اخاي حبيبي والله الا زعما قول لي غدا عصام اخاي طلعنا نشفينا الفيلم اللي قلتي لي تسمع لي الشاوني شنو قال لك؟ قال لك اللهم قطره ولا بريده ولا هذيك البلاصه اللي كان في الاول. عرفتي انا طالع مع الدراري عصام مرة تندخل مرة نشوفك مع اول حاج كنشوفك مع اول حاج
هاك يعجبني كيف تقول حاجة وترى السيمور هذا هذاك راه بغيتك تجلس معاه وتشوف والله ما تسكت من الضحك بالله تبارك الله جلسنا معاه شني جلسنا انا وياه شني لعبنا مع بعضياتنا بزاف هذاك الشيء النويطات ديالو هو النويطات بوحدو هو حلو حلو ظريف الله يعمر راس لهذاك السيد والله الا درويش ظريف بزاف اللي في لسانو على قلبه بحال وجهك زعما لا لا اختك كي داير امور تماك مزيانه امور بخير بخير حنايا وانت كتعرف كاين الله يستر شويه المرض كيتزاد هنا في طنجه ولكن الله يحفظها انت كتعرف ولكن انا سمعت ما كانش واقع كانوا ينافوا هذوك الشركات ماشي شي ولكن هذا اليوم قال لك شي 41 حاله تزادات احنا الرباط راه شويه بعدا الرباط العاصمه اخي كي كيتسيطر على الحال لا مخلوطه دابا فيها قنيطره فيها الخميسات فيها تمارا فيها راه الصخيرات والله يستر الله يحفظنا وسهلنا اخي عصام كيف بان لي هذا الشيء ما عرف ما نجيب شحال نطولوا فيها غنبقاو جالسين في الدار بزاف الله يستر غتبقى تعمر البانيوات وعم في الدار والله لا لا حدايا والله لا حدايا البحر انا البحر قريب لاصق فيا انا ديري البراج حدا البحر والله الى العسكر اسمع اسمع العسكر الله ما كيخليوش واحد هاد اليومين كاين شي اخوان هنا والله ما كيخليو بنادم وانت بنادم صاحبي بخبارك زعما كيهرب من مدينه وكيجي للبحر وكيتجمع في الرمله زعما كيتمشى في الرمله زعما هو شي حاجه ما درنا والله هذيك صاحبي زعما اخي صبرتي ما لقيتي شي كتجينا عندنا طنجة الوقت انت راك عارف دابا ما عنديش كيفاش انا معاك خضرو حتى هو لا لا عيب وحدي صح درتي بحال اللي درت انا ولكن انا عندي تراجي صغير وانا اش كندير انا كنطلع من كازا كازا كنشد تيجيني دابا انا عندي واحد ساعة وربع ساعة وتولي ثلاث ساعة ونص كاع الطريق ديرك الكيلتا والمشاكل والصداع وهي اللي ما كانش شي بحال المشاكل ديالك ما كانش زعما شي مشاكل مشاكل قناتي اش اليوم صافي راه بحال اللي سالينا صافي بحال اللي ما كاين والو مزروبين بزاف وهاديك الشيء ما صالحش هاديك الشيء هو اللي كيهرس والمشكله راه ما تنساش راه جبتي معرفت شحال من لاعب مود باش ينسجموا كل واحد كيفاش وكيفاش وكيفاش وهذا المشكل ديالنا هذا الشيء اللي وقع هذا الشيء اللي خربق بزاف الامور هنايا وهذا الشيء اللي خربق لان حتى ديك الزربه والطلبات والطلب كبير على ان باش تعمل نتائج كبار ماشي صغار نتائج كبار انه داك الشيء راه كيهرس انت ما كتعرف كاين واحد اللعابه ما عندوش تجربه كاين وكاين يعني شويه بشويه بشويه حتى هذا الشيء اللي ستابيليز تتولي غادي مزيان كانت ديما الفكره ديالي اقسم بالله عصام تما كنت كتشوف كتشوف شنو كاين كنقول زعما ديما انا كنقول للاخوان كنقول لهم زعما غير الصبر الصبر واخا دينا ديك العام بطولات كنقول لهم الاخوان راه غير الصبر غير صبروا والامور غتحسن وهذه راه ما يمكنش ما بين ليل وضحى وحنا نهار اللي دينا بطوله اقسم بالله يلاه نازل في الدروج من الفيستا أيه. شنو كيقول لي بنادم كيقول لي خصنا نديو تشامبيونز ليغ ولا كنضرب معاك بصح ولكن الشامبيونز ليغ يقول لك خصك دير كاس العالم اقسم بالله الا كندوي معاك بصح وهذا الشيء راه اكبر غلط لا بالعكس سيدي صبروا على فرقه فرقه خصك تصبر عليها اليوم ديت سيدي بطوله غدا سيدي تقدر تلعب تشامبيونز ليغ وتقسم الدور الاول عاطيني عادي وماشي راه انت كتشوف شوف غير الرجاء الرجاء هما صبروا 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 هما اليوم الامور ماشيه مزيانه هذا بخير وهادي والوليدات تبارك الله تهم شحال هادي عاوتاني كانوا مكرفسين ودابا هما شو تبارك الله دابا هادي شي خمس سنين ولا ست سنين هما ديما كتلقاهم يعني ضروري شو الصفا ضروري والزربه هي اللي كتقتل ولا شنو ما غادير والو وداكشي كاع اللي بنيتي غتهدمو والله الا زعما كنت اسف